تخيل إن هذه هي نفسها هذا. هذه هي شاشة البروجيكتور اللي شاهدتها قبل قليل، اللي ما كلفتني إلا 12 ريال فقط، كرتون خردة وثلاث وسائل تعليمية مع غراء، 12 ريال فقط. الفكرة شاهدة أمامك هذه فكرة إبداعية، هي تقريبا الأول من نوعها على اليوتيوب وتقريبا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، إني أسوي شاشة بروجيكتور ما تكلفني شيء من أشياء موجودة عندي وتكون متقنة بشكل ممتاز، عشان أخذ معها وضع محاكاة إذا كنت ألعب سيارات، فورزا، طائرات، أي ألعاب المحاكاة. وكمان إذا جيت أشاهد عليها فراح أشاهد على شاشة منحنية، بس مو منحنية زي شاشات التيفي المنحنية الانحناء الخفيف، لا، أبغى الانحناء يكون قوي جدا، كأنك تلعب على ثلاث شاشات محيطة بك من أمامك ومن الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر. فكانت الفكرة أول شيء سؤال في راسي، يعني سؤال في بالي، عندي بروجيكتر، هل البروجيكتر يقدر يعطيني إذا إني عدلت على زوايا العرض؟ لأن البروجيكتر اللي عندي تعدل، بعض البروجيكترات تذكر ما تتعدل، شاشة مسطحة وانتهينا. لا، البروجيكترات الجديدة غالبها إنها أو الأغلب فيها إنها تتعدل فيها الزوايا، فقلت هل أقدر أخليها بشكل منحني؟ طيب، هنا جت في راسي إني أبحث عن شيء أقدر أخليه بشكل منحني زي الشاشة المنحنية وأعرض عليه عشان نشوف هل فكرتي راح تنجح فعلا. هل بروجيكتر واحد، ما أتكلم عن ثلاث بروجيكترات، لأنك تقدر بثلاث بروجيكترات أنك تسويها، لكن بروجيكتر واحد يعرض لك بشاشة منحنية. فقمت أخذت كرتونة عندي كانت موجودة داخل كرتون شاشة اشتريتها قبل ثلاث شهور
65 إنش، فأخذت الكرتون اللي يحمي الشاشة راح يكون داخل الكرتون مسطح، فطلعته وقمت سويت فيه الإنحناء هذا اللي تشاهدونه الآن، وعرضت عليه كبداية. أبغى أشوف هل فعلا بروجيكتور يعرض بروجيكتور واحد يقدر يعرض لي شاشة منحنية إذا عدلت على الزوايا، وفعلا طلع يعرض لي بشكل شاشة منحنية. لكن الكرتون اللي أنا سويته بشكل منحني راح يكون فيه طعجات قوية وإنحناءات قوية، ما راح تخليني استمتع بالمشاهدة، مع أن كانت الصورة لا بأس فيها إذني بسلك نفسي. قلت لا، أبغى شاشة منحنية احترافية. قمت جبت ثلاث وسائل بعد ما سويت انحناءات في الكرتون هذا ونجحت الفكرة، حطيت الثلاث وسائل، لكن غريت الثلاث وسائل بالكامل، والمهمة توقعت أنها سهلة طلعت صعبة جدا، لأنك لو غريت الثلاث وسائل بالكامل راح يطلع فيها تعرجات عنيفة، راح تكون سيئة، الكرتون الحالة راح يكون أفضل منها، الشقوق اللي في الكرتون راح تكون أفضل من الشيء هذا اللي سويته. فصراحة فكرت فعلا أني طلع الفكرة هذه من رأسي، قمت قطعت الوسائل الثلاثة من على الكرتون هذا اللي سويت فيه انحناءات. قمت حاولت بطريقة ثانية أني أسوي على شكل أو على زجاج قابل للانحناء، قمت رشيت بويا عشان أقدر أخذ اللون الكويس اللي يسوي لي انعكاس، ما نجحت معي الفكرة، قلت خليني أرجع مرة ثانية للكرتون ذا اللي سويت فيه الانحناءات، إن شاء الله أني أقدر أضبط الوسائل التعليمية هذه الثلاث ثاني مرة بشكل ممتاز، راح أحاول إن شاء الله تضبط معي. يومين كاملة على بال ما أحاول أني أتقن الثلاث الوسائل أركبها وأغري في أماكن مناسبة عشان ما يحصل طعجات في الوسائل، ونجحت الفكرة وأخذت شاشة خرافية. لو فكرت أنك تشتريها راح يكون مبلغها يعني فعليا كبير جدا، ولو فكرت أنك تسويها وعندك أدوات لحام وحديد تقدر تسويها، لكن راح تكون تحتاج أدوات مكلفة وراح تأخذ منك تعب وجهد كبير. أنا ما أخذت مني للتعب فقط و12 ريال فقط، غرى ثلاث وسائل تعليمية كرتونة موجودة عندي من أول. فصراحة كانت يعني متعة في المشاهدة يعني ما لها مثيل ب12 ريال فقط. فكان يوم ألعب ألعاب فورزا مثلا، فورزا ألعاب المحاكاة، أو حط اللاعب من داخل السيارة، يسمونه منظور الشخص الأول، يعني من داخل مقصورة القيادة، فكنت أحس فعلا الشوارع تعدي من يميني ومن يساري كأني داز كذا، والشارع قاعد يرجع خلفي، يعني كأني طائر والشوارع تتسارع من الجانبين، الجانب الأيمن والأيسر بالنسبة لي، وعندك الشاشة الأمامية المقصورة كمان حقت السيارة منحنية من الداخل. أي لعبة محاكاة راح تكون بهذا الواقع، يعني راح تعيش فعلا محاكاة من تقدر تقول من درجة فخمة. كمان يوم جيت أشاهد عليها فعلا تستمتع بالمشاهدة أيضا، مو بس الألعاب المحاكاة، لا حتى لعبت أي لعبة أو أنك تشاهد عليها راح تكون المشاهدة يعني شيء خرافي، شيء أسطوري، كأنك تتابع بنمط 3D، شاشة أمامك وملتفة من جانبك الأيمن وجانبك الأيسر، فرح يكون عندك الشيء هذا صراحة مشاهدة مختلفة أو من نوع آخر. بالمختصر ما راح أكثر عليكم كلام، كانت الفكرة أني أقول لك عن هذا المشروع من البداية لحد النهاية اللي شاهدتها في بداية المقطع، وراح تشاهد الآن، راح أخلي لك كمان استعراض الآن لألعاب، وأنا قاعد ألعب لعبة فورزا زي ما قلت من داخل مقصورة القيادة عشان تشوف المحاكاة بشكلها الواقع أو بشكل واضح أمامك، وكمان مقاطع أخرى راح تخليك تعرف ميزة شاشة البروجيكتر المنحنية، وتشوف كيف كان أداء هذا المشروع اللي ما كلفني إلا 12 ريال. حاب أذكرك أن اشتراكك في قناتي وإعجابك بالمقطع ونشر هذا المقطع يحفزني لتقديم إبداعات أخرى تخدمك أنت كمشاهد، أني أقدم لك أفكار ما تكلفك مبالغ مادية كبيرة تستفيد منها أنت كمشاهد، وأنا أستفيد منها أو من هذا الدعم كصانع محتوى حتى أستمر بتقديم المزيد، لأن الدعم يحفزك على الإنتاجية. فلا تنسى تعطيني لايك وشير المقطع، تشترك في قناتي. أترككم مع المشاهد الأخرى لشاشة البروجيكتر المنحنية.